بعد أن تابعنا حكاية الجزائري الذي صار ملحداً، دقت ساعة المناظرة. حرصك على مناقشة هذا الموضوع، هذا أولاً، هذا طرق من طرق الإيمان. اكتسب لي جو سوي فريمون اتي معناتها بلي شوي اون بالك اون كونفلي افيك تو سكو تو دي. ماذا لو اكتشفتم ان احد ابنائكم صار ملحدا؟ ما هي الادله والبراهين العلميه والعقليه التي تثبت وجود الله عز وجل او عدمه؟ المنطق ديالته يقول بلي لازم يكزيستي عند البوذا، عند اليوغا، عند عند عند, عند عباده القطوطه، عند اللي ما يعبدوش ربي تماما. لا لوجيك هي واحده. أيهما أصدق، العلم أم كلام الدين؟ La science se trouve partout. Elle n'a pas besoin d'être analysée pour exister. أنت لا تعرف ضوابط العلوم. Des preuves matérielles de la puissance de cette science. معنى أن العلم اللي تأمن به أنت هو علم عاجز في نظرك أنت. الدين معاملة، ولكن كيف نتعامل مع من ينكر وجود الله؟ ما تفاجأت بروحك كنت تعيط عليه خلال المناظرة؟ قلت لك السيد الكريم، إذا أردت أن نتعامل معك كإنسان. وبين لا ديفيرونس انتر لومان و انيمال. أين فشل الإمام وأين نجح؟ أنت من الذي يمنعك أن تتزوج أختك؟ بون اسمح لي، je suis encore moins d'accord. أنت لم تكن تحاول إقناعه بالعودة إلى الإسلام بقدر ما كنت تثبت له أنك أكثر علما منه. برنامج احكي حكايتك على الشروق العامة يأتيكم في الأوقات التالية.